يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم دايما على شاشه النادي الاهلي ومع حضراتكم دايما في السادسه بنبدا حلقه جديده. تحياتي بدايه لكل اللي بيتابعونا النهارده، وطبعا انا عارف ان الناس كلها الكلام على مواجهه بكره في بطوله كاس العرب بين مصر وتونس، وبالتاكيد هنفرد مساحه كبيره للكلام على المباراه المنتظره. بس اسمحوا لي في الاول اتكلم على الانطباعات الجديده. انا بشوف الحقيقه ان النسخه اللي احنا بنتابعها وتابعناها الحقيقه مش بس، اعتقد ان جمهور الكره في مصر مش بس اكتفى بمتابعه ماتشات منتخب مصر، في ماتشات كتيره كانت يعني محطه انظار الجماهير الكره في مصر، منها على سبيل المثال المغرب والجزائر، الامارات وقطر وغيرها من الماتشات. لكن ليه بقول انها بطوله الانطباعات الجديده؟ لانه الحقيقه خلينا نقول انه الكره العربيه بتكتب تاريخ جديد في بطوله فيفا كاس العرب. ليه بقول الكلام ده؟ لانه في انطباعات كانت او توقعات ما قبل البطوله اعتقد انها اختلفت بشكل كامل، واحنا على بعد ايام من ختام بطوله كاس العرب. ايه هي الانطباعات دي؟ اولها قدره الدول العربيه، قدره اثبتتها مصر قبل كده الحقيقه في تنظيمها لبطوله كاس الامم الافريقيه في 2019، واكدتها قطر في استضافتها لكاس العرب 2021. بتقول انه الدول العربيه ببنيتها التحتيه بكوادرها البشريه قادره انها تنافس اكبر دول العالم في تنظيم البطولات الكبرى. واحد. اثنين، الحساسيات اللي كنا بنشوفها وبنعيشها وحاله التوتر دايما كانت بتبقى محسوسه او ملموسه في اي لقاء عربي، اعتقد انها غابت بشكل كبير. ثقافه الشباب العربي، ثقافه المشجع العربي اختلفت جوه الملعب وفي المدرجات، وده شفناه الحقيقه في مشهد ما تعودتش انا اشوفه في اي لقاء عربي قبل كده، اكدته بطوله كاس العرب في تونس. استمتعنا بحاله الدمج اللي كانت حاصله بين الجماهير في المدرجات، كل واحد بيشجع، كل واحد بيحتفل، روح رياضيه حاضره بشكل كبير جدا في مدرجات وعلى ارض الملعب، ومفيش مثال على ده. يا جماعه الرياضه دايما واحدة من أهم أهدافها هي أنها تعلم الناس أنها ترتقي بمشاعرها وبفكرها وبثقافتها. وأنا إلى حد كبير زي كتير من الناس كنت متخوف قوي قبل مباراة أو مواجهة المغرب والجزائر، النتيجة لأنه في حساسيات، في توترات على المستوى السياسي في الفترة الأخيرة بين الدولتين، وشفنا يمكن ترجمة لده في بطولة أفريقيا الكرة اليد وانسحاب الجزائر وإلغاء البطولة أو تأجيلها. توقعت أنه إلى حد ما يكون في توتر في المباراة دي، وعلى الرغم من ده شفت حالة من حالات الود والاحترام الكبير جدا بين الأشقاء، بين المغاربة والتوانسة، اللي ممكن يكون في وقت من الأوقات خلاف بيننا أو اختلاف في وجهات النظر، لكن في النهاية بتجمعنا حاجات وقواسم كتيرة جدا مشتركة، وده ظهر بشكل كبير، روح عالية جدا بين اللاعبين في أرض الملعب رغم حدة المنافسة ورغم رغبة كل فريق في إنه يوصل للدور التالي. كمان الحقيقه الكره العربيه بنشوف بطوله كنا متوقعينها تكون متوسطه فنيا نتيجه لغياب اكبر الاسماء في عالم الكره العربيه، هم طبعا المحترفين العرب اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، وبالتاكيد وجودهم كان هيكون اضافه قويه جدا لمستوى البطوله. ورغم كده الحقيقه ما اعتقدش ان احنا ما استمتعناش وما شفناش كره حلوه وكره ممتعه بتقول انه الكره العربيه قادره جدا وجايه باذن الله. بالمناسبه واحنا بنتكلم على مباراه بكره طبعا بتفصلنا عنها يمكن 23 ساعه، الساعه 5 بكره بتوقيتنا في القاهره هيكون لقاء ومواجهه مصر مع تونس. خلينا نسال حضراتكم العلامه الكبيره، علامه الاستفهام الكبيره في تشكيل منتخب مصر، هو مين اللي هيقود هجوم منتخب مصر في مواجهه تونس؟ من الاقدر بقياده هجوم المنتخب امام تونس غدا؟ ده سؤالنا على السوشيال ميديا، على صفحاتنا طبعا الاهلي تي في، على الفيسبوك، على تويتر وعلى انستغرام. نسمع صوتكم ونستعرض اجابتكم على مدار الحلقة. نبدأ حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعناوين. المنتخب المصري يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب. الأهلي يستأنف تدريباته بمحاضرة ومران بدني استعدادا للسوبر الإفريقي. دكتور أبو عبلة يكشف تطورات إصابة أيمن أشرف. اتحاد الكرة المصري يفتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس جديد. وأجويرو يحسم مستقبله في الملاعب غدا. طيب هبدأ مع حضراتكم بمنتخب مصر. طبعا يعني كل اللي سمعتوه واللي تابعتوه فيما يتعلق بالتشكيل المتوقع هي مجرد آراء، مجرد توقعات، تكهنات، لكن حتى اللحظة ما فيش
شيء رسمي، والموقف مش واضح حتى ممكن يكون بالنسبه لكارلوس كيروش نفسه. هو النهارده مفترض ان هيبقى في اجتماع مع دكتور محمد ابو العيله هيتكلم فيه على موقف المصابين، وخليني اقول لحضراتكم الكلام ده بنسبه 90% هو اللي هيحصل في مباراه بكره فيما يتعلق بموقف المصابين. التشكيل ده قصه ثانيه، لكن فيما يتعلق بمشاركه ايمن استحاله، ايمن مش هيلحق، واعتقد حتى لو المنتخب راح لبعيد وفي البطوله ووصل لمباراه نهائيه برضه ايمن ما اعتقدش انه هيلحق يشارك مع المنتخب في بطوله كاس العرب. مشوار ايمن مع المنتخب في بطوله كاس العرب انتهى. احمد حجازي احتمالات مشاركته بكره ضعيفه جدا جدا جدا، ما اعتقدش انه الجهاز هيغامر بيه اساسا حتى ولو كان جاهز. اللي قريب جدا من المشاركه هيكون حمدي فتحي ومحمد الشناوي، وده هيتحدد بعد، ودي الكلام ده حسب تصريحات كارلوس كيروش، بعد ما يتم التاكد من شفائهم بنسبه 100%. كارلوس كيروش قال انه سلامه اللاعبين عنده خط احمر، وبالتالي ما اعتقدش انه هيشارك او هيدي فرصه للشناوي او حمدي فتحي الا لو الجهاز الطبي اكد على سلامتهم بنسبه 100%. لكن احتمالات ظهورهم في مباراه بكره خلينا نقول 80-20، 80% يلعبوا في او يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي، و20% يبقوا بره تشكيل منتخب مصر. الاهلي طيب خلينا نروح لكابتن واحد طبعا من نجوم الكره التونسيه، كابتن خالد بدر قائد المنتخب التونسي سابق معانا في السادسه. مساء الخير كابتن خالد. مساء النور حبيبي، ومرحبا بيك ومرحبا بالشعب. اهلا بيك، دايما نسعد دايما باستقبال وسماع صوتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني طبعا ابارك لك وصول المنتخب التونسي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العرب، واكلمك على توقعاتك او رؤيتك للمواجهه المصريه التونسيه بكره ان شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء كل مبروك لفريق الاثنين اللي على اللي قدموه وكله الدوره في البطوله العربيه. هذا مش بالسهل وصل الفريقين الاثنين، ثم عمل جبار قاموا به. اليوم المنتخب المصري، خلينا نتكلم شويه عن المنتخب المصري اللي قدم مستوى عالي، تكتك من طراز عالي، عنده مدرب معناتها قدير، قادر يقلب الموازين في اي وقت ممكن. يظل لي انا شفت المباراه الاخيره ضد المنتخب الاردني، التغييرات نتاع المدرب اللي سواها، دخل ثلاثة لاعبين وطلع ثلاثة لاعبين، قلبت الموازين المباراة كاملة، وكانت تلت نقولوا أكثر. خلينا شو نقولوا، الشوط الأول كان المنتخب الأردني، الشوط الثاني والحصص الإضافية كانت المنتخب المصري. تكتيك عالي معناتها أبهرني من المستوى نتاع المنتخب المصري. بمباراة بكرة هي مباراة المنتخب التونسي، رجع بعد مباراة سوريا قدمنا مستوى هزيل، كانت كل الصحف زي ما تعرف كل الصحف وكل المنتقدين الرياضيين في تونس معناتها انتقدوا بشدة اللاعبين والإطار الفني، ما كانوش في المستوى. يظل لي كانت الرد إيجابي بتاع المنتخب التونسي في المباراة ضد المنتخب الإماراتي، كان مستوى عالي في الشوط الأول، في الشوط الثاني زاد ثم تذبذب في الاداء بتاع المنتخب. في مباراه عمان المنتخب التونسي لعب تكتيك معناتها ممتاز، لعب طريقه 4-3-3، وكان المستوى المنتخب التونسي في تحسن كبير. بكره هي مباراه صعبه، يصعب التكهن فيها. المنتخب المصري عنده 50 والمنتخب التونسي عنده 50. الكل انا مش نقول المباراه هذه اللي مش يكون جاهز بدنيا نفسانيا. خليني اكلمك شويه على نجوم الكره التونسيه. يعني احنا كمصريين حتى في متابعتنا لمنتخب مصر في بطوله كاس العرب شفنا مستر كارلوس كيروش بيقدم عدد كبير من الوجوه الجديده على المنتخب، واللي منهم الحقيقه ناس اثبتت جدارتها. هل الوضع عندكم في تونس بما انه طبعا في غياب للمحترفين، احنا عارفين طبعا اللعيبه التوانسه اللي بيلعبوا في الانديه المصريه دول حافظينهم زي ما بيقولوا عن ظهر قلب، لكن خليني اقول لكم انتوا التوانسه شايفين المنتخب او الوجوه الجديده اللي ظهرت في المنتخب تقييمكم ليها ايه؟ مين اللعيبه اللي اثبتت وجودها وتتوقع انت شخصيا ان مشوارها مع المنتخب التونسي يستمر؟ والله في لاعبين معناتها جدد في المنتخب مثل المجبري، مثل الجزيري، مثل دراجون، معناتها لاعبين هذوما اللي اعطوا الاضافه للمنتخب التونسي. شوف اللاعب المجبري قدم مستوى كبير وكبير جدا، لاعب معناتها خارج من مدرسه كبيره اللي هي المان يونايتد، كي تشوف اللاعب وطريقه اللاعب نفسه معناتها في تطور كبير.
نلعب الوان تاتش تو تاتش، سرعه، تغيير المركز نتاعو يكون في الوسط، تلقاه في خط الهجوم، في افتكاك الكره تلقاه موجود. هذا لاعب خلى بصمه كبيره وكبيره للمنتخب التونسي وكل كل المحللين اللي في تونس، معناتها عاجبهم اللاعب هذا بالمستوى نتاعو وبالاداء نتاعو. الجزيري زاد نفس الشيء، اللي هو اثبت الوجود نتاعه واثبت جدارته اللي هو في الخط. بمناسبه الجزيري خلينا احطه تحت بقى سياق سؤال ثاني، ازاي بتشوف مردود او الاضافه او المستوى اللي ظهر به اللاعبين التوانسه المحترفين في الدوري المصري، وهل مشاركتهم مع الانديه المصريه سواء في بطولات قاريه او بطولات محليه ساهمت من وجهه نظرك في تطور مستواهم؟ بطبيعه الحال اذا انت تقول لي على الجزيري يلعب في نادي الزمالك، فريق كبير، فريق عنده العرقه نتاعو، ويظل يقدم المستوى وقدم الاضافه للنادي الزمالك. ثم فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي معناتها قاعد يتطور في الاداء نتاعو، نفس الشيء لعب في الجني الذاتي كان في مستوى عالي، اليوم معناتها في الجني الذاتي ثم تذبذب في الاداء نتاعو مع المنتخب التونسي، ما ظهرش المستوى اللي اظهر به مع نادي الزمالك ومع المنتخب سابقا. اليوم في الجني الذاتي معناتها ثم نسبة يلعب ب 50 60% من المستوى المعهود، فرجاني مش معودنا بالمستوى هذا، ثم تذبذب صحيح في الاداء نتاعو. معناتها الخروج نتاعو من نادي الزمالك اثر عليه شويه معناتها على مسيرته الرياضيه وعلى المستوى نتاعو. انا اللي شفته في التحيل ماهوش قاعد يقدم في مستوى عالي، مع المنتخب زاد نفس الشيء. كابتن خالد اسمح لي كمان، عشان اسمح لي يعني بعتذر عشان دي الوقت يهمني اسمع رايك، بكره تونس هتلعب قدام مصر ازاي؟ هل تتوقع انها تلعب بنفس الاسلوب نفس الطريقه نفس التشكيل، ولا تتوقع تغييرات على منتخب تونس بكره؟ والله احنا يعني في تونس معناتها المدرب هو اللي يعرف المجموعه، يعرف ككل. انا بسالك عن رايك الشخصي، يعني يهمني اسمع وجهه نظرك انت شخصيا، هل تتوقع مواجهه مصر تكون بنفس الطريقه والاسلوب اللي لعب بيه منتخب تونس البطوله، ولا تتمنى ان يكون في تغيير في مواجهه المنتخب المصري؟ في تغيير، في تغيير بطبيعه الحال، في تغيير على خاطر مش كل الفرق. انت لعبت ضد فرق خليجيه معناتها على البطوله الاسيويه، ما لعبتش على البطولات الافريقيه. معناتها كي لعبنا ضد موريتانيا ورينا المستوى المنتخب التونسي. كي تلعب ضد منتخب مصر ثم سيستم اخر وثم روح اخرى وثم كثير حاجات معناتها تتغير. وزاد نفس الشيء المنتخب المصري، مش باش يلعب زي الاردن كيف مش يلعب زي المنتخب التونسي. معناتها ثم اندفاع بدني كبير، ثم روح قتاليه في الملعب، ثم الجرينتا اللي موجوده معناتها في اللاعبين معناتها من غير ما تكلمهم ولا تتكلم معاهم واحد هم عارفين، حتى تركيز اللاعب عارفه اليوم مش يلعب ضد تونس، وتونس زي نفس الشيء مش يقول لك مش يلعب ضد مصر. نتمناها ان شاء الله مباراة ممتعة، وإن شاء الله بإذن الله يفوز فيها الأفضل. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني، وتحية لأشقائنا في تونس، وتحية طبعا لكابتن خالد بدرة نجم الكرة التونسية وقائد المنتخب التونسي السابق. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة، تابعونا. واخد بالك من حاجتين في الأرقام دي، إنه من أكثر الدول المصدرة للاعبين أجانب في الدوري الفرنسي دولتين من أفريقيا، السنغال في الصدارة قبل مين؟ قبل البرازيل، والجزائر كمان في المركز الرابع، وده يمكن إشارة مهمة جدا لضرورة إتقان اللغة. جزء كبير جدا من قدرات اللاعبين الأفارقة على التواجد في الدوريات الأوروبية هو إجادتهم لواحدة من لغتين، يا إما اللغة الفرنسية يا إما اللغة الإنجليزية. أي حد بيفكر، أي حد بيحلم، أي حد عايز بجد يحترف في أوروبا عليه إنه هو يتعلم لغة، ومفيش أكتر من صلاح مثال على ده. في كل دولة راح لعب في الدوريات بتاعتها قرر ان هو يتعلم لغتها، لغايه لما بقى بيكلم ايطالي وبيكلم انجليزي، وده اعتقد واحده من الحاجات اللي بتفرق جدا مع لاعبتنا المصريين. ومناسبه بقى الكلام عن صلاح، نروح لواحد من اكبر الانديه في اوروبا، ارقامه وبطولاته بتقول كده، وان كان ابتعد لفتره طويله جدا عن منصات التتويج ورجع مره ثانيه، مش بس على المستوى المحلي في انجلترا لكن كمان على مستوى قاره اوروبا، واللي يمكن عزز من زياده الشعبيه والجماهيريه لنادي ليفربول في مصر عندنا هو مشوار محمد صلاح وتألق صلاح مع الليفر في السنوات الأخيرة. هنروح دلوقتي في فقرة سكايب أو الفيديو كونفرنس يعني في السادسة لواحدة من عشاق النادي، هي لم تكتفي بعشق وتشجيع ليفربول لكنها كمان ألفت كتاب عن الريدز، وكانت أو بقت ممثلة وسفيرة لنادي ليفربول في النشاط الخيري. خلينا نرحب برانج هيلد لوند
مؤلفة كتاب طبعا عن ليفربول وسفيرة ليفربول زي ما قلت لحضراتكم. بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا، وخليني ارحب بيكي ترحيب خاص جدا لانك اول سيدة تظهر معنا على شاشة النادي الاهلي في فقرة سكايب. اهلا بيكي معنا. طيب طبعا خليني ابدا معاكي في البدايه، انا عارف انك واحده من عشاق ليفربول، الصوت مش واصل. طيب هعيد طبعا برحب بيكي بدايه، وخليني عشان الوقت ادخل في اول سؤال بسالك على قصتك مع ليفربول وازاي ابتدت وايه اللي خلاكي تفكري تالفي كتاب عن نادي ليفربول. طيب هنحاول نرجع لها مرة تانية. زي ما قلت لكم طبعا كان ليها لقاءات مع أكبر الشخصيات، عدد كبير جدا من النجوم السابقين والحاليين، التقت بجيرارد طبعا نجم ليفربول، والتقت بترينت ألكسندر أرنولد، وواحد من أحلامها في الفترة الحالية أنها كمان تتكلم مع أو تعمل انترفيو أو تجري لقاء مع نجمنا المصري محمد صلاح. طيب براجن هيد لوند رجعت لنا مرة تانية برحب بيكي على شاشة الأهلي، وخليني أدخل في الموضوع بداية. إيه قصة إيه حكايتك مع ليفربول وليه فكرتي إنك أنت تألفي كتاب عن النادي؟ حسنا، في البداية أنا أشكركم على استضافتي، أنا أحب مصر، مصر فمصر بلد جميلة. في البداية أنا كتبت هذا الكتاب منذ 12 عاما عن ليفربول. أنا مشجعة ليفربول منذ زمن بعيد، أنا تكلمت مع مسؤولين وتكلمت مع جمهور وتكلمت مع المشجعين من بلدتي. فليفربول بالنسبة لنا أكبر من كونه نادي طبيعي، ليفربول هو مكان وبيت ننتمي له، هو يحوي كل ذكرياتنا. فبالتالي قمت بتأليف هذا الكتاب بالتشارك مع لاعبين من ليفربول ومسؤولين من ليفربول. فهذا هو البورتري أو الغلاف الأخير للكتاب يتضمن محمد صلاح، وهذا كان أمر رائع بالنسبة لي. يعني خلينا نتكلم لو اتكلمت سريعا جدا طبعا عشان وقتنا، على مضمون الكتاب نفسه، ايه اكتر حاجه، قصص، بطولات، حكايات، شخصيات ظهرت في كتابك عن ليفربول؟ حسنا، ليفربول هو نادي خاص جدا، نادي مميز جدا في انجلترا وفي العالم، هو اكثر نادي فوزا بالبطولات في انجلترا وفي العالم، من أكبر الأندية. فبالتالي ليفربول تاريخ ليفربول تاريخ مميز جدا وتاريخ جذاب جدا بالنسبة لكل مشجعين الكرة في العالم. ليفربول لديه عقلية الفوز دائما، ودائما ما ينافس على البطولات. بداية خليكي أرجع، طبعا إحنا النادي زادت شعبيته وجماهيريته في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص بعد انضمام محمد صلاح. لو رجعت معاكي للفترة اللي انتقل فيها محمد صلاح في بداياته ليفربول، ازاي استقبلته الجماهير؟ ولو وصلنا للنهاردة المكان اللي وصل ليها محمد صلاح، احنا يمكن تابعناه من ايام بينافس على جائزة البالون دور، ازاي بقى اسم محمد صلاح داخل ليفربول؟ حسنا، لما أتى محمد صلاح لمدينة ليفربول كان هذا الأمر ليس مستصاغا عندنا، ولكن عندما أتى به يورغن كلوب وانضم محمد صلاح لعائلة وأسرة ليفربول كان الأمر رائعا بالنسبة لنا. فبالطريقة التي يلعب بها ليفربول كانت تناسب محمد صلاح جدا. محمد صلاح أحرز، ظل يحرز العديد من الأهداف. محمد صلاح أدى أداء مذهلا كان لا يصدق في بداية الأمر، لديه الذكاء ولديه السرعة ولديه كرة ممتعة بين قدميه. فمحمد صلاح ليس مجرد لاعب، فأعتقد أن كثير من الأندية الإنجليزية لم تكن محظوظة بأن يكون لديها لاعب مثل محمد صلاح. محمد صلاح أدى أداء رائعا في الدوري الإنجليزي، الفريق يحرز العديد من الأهداف كما لم يحرز من قبل
منذ أكثر من 60 عاما في البريمير ليج، خصوصا بعد قدوم محمد صلاح تطور هذا الأمر. محمد صلاح لديه قدرة هائلة على إحراز الأهداف، فهذا اللاعب بالتحديد وهذا الأداء بالتحديد جعل محمد صلاح لاعبا مميزا، وأعطاه الثقة ليتقدم ويزداد في مستواه أكثر فأكثر. فبالتالي بالنسبة لمحمد صلاح الآن أصبح محمد صلاح والعديد من اللاعبين الآخرين يحرزون الأهداف لليفربول، فهذا الأمر كان رائعا ومدهشا لجماهير ليفربول. زاد محمد صلاح خبرة، وأكثر من ذلك جعل محمد صلاح لاعبا ليس من هذا العالم، لاعب رائع. فبالتالي عندما أتى كنت متأكدة أنه سيكون مفاجأة الموسم، توقعت أنه يؤدي أداء رائعا كما فعل. فهو عدد كبير من نجوم ليفربول، منهم ستيفن جيرارد، منهم ترينت ألكسندر أرنولد، وغيرهم من النجوم. يعني لما بتكلميهم عن محمد صلاح، إيه الانطباعات اللي سابها صلاح عندهم؟ إيه تقييمهم لمشواره مع ليفربول ورؤيتهم كمان لمستقبل صلاح مع النادي؟ حسنا، أنا عملت مع معظم اللاعبين السابقين لليفربول، فأنا أدير الآن فندق وهو يعتبر متحف تاريخي لليفربول. فبالتالي هؤلاء اللاعبين يعتقدون أن محمد صلاح لاعب رائع. أنا لم أحظى بفرصة إجراء حوار مع محمد صلاح، ولكن كلهم يعتقدون أن محمد صلاح كان سببا في جعل ليفربول في منصات المنافسات في جميع البطولات. يفعل ما لا يفعله محمد صلاح لم يحدث في ليفربول منذ مدة طويلة. فبالتالي محمد صلاح أضفى سعادة على مدينة ليفربول وعلى نادي ليفربول وعلى بقية اللاعبين وعلى المشجعين كذلك. دائما يسعى لإحراز المزيد من الأهداف، دائما يسعى لإحراز المزيد من الألقاب والجوائز على مستوى البريمير ليج. حينما تنظر إلى محمد صلاح تجد يريد أن يصنع الفارق دائما، هو دائما يؤدي أفضل ما لديه، وهذا بناء على عقليته، فلديه عقلية الفوز دائما. وكذلك رفقائه في النادي لديهم نهم وجوع للبطولات ولإحراز المزيد من الأهداف، وهذا أمر ملهم جدا لمشجعي ليفربول وللاعبين كذلك. احنا طبعا مهتمين جدا بمتابعة أخبار تجديد تعاقد صلاح مع ليفر. في أوقات كتيرة جدا بنسمع عن أخبار إنه الطرفين يعني اقتربوا من الاتفاق على بنود أو تفاصيل تجديد التعاقد، وفي أوقات تانية بنسمع عن اهتمام أندية كبيرة جدا على مستوى أوروبا، منها باريس سان جيرمان، منها برشلونة، منها ريال مدريد، بالتعاقد مع محمد صلاح واستغلال فكرة عدم التوصل لاتفاق مع ليفربول حتى اللحظة. أي السيناريوهين أقرب من وجهة نظرك؟ بقاء صلاح مع ليفربول ولا صلاح خارج جدران الأنفيلد؟ طيب أعيد السؤال تاني. طيب احنا يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بيها، لكن الحقيقة تبقى يمكن واحدة زي ما قلت لحضراتكم من مش بس من عشاق الجماهير، لكنها كمان على اتصال بنجوم الليفر، على اتصال بإدارة الليفر. كنت بسألها طبعا عن مستقبل محمد صلاح، اللي بقى من الواضح بالنسبة لنا بشكل كبير انه في سبيله الى التجديد، لكن ما كانش في مانع ان احنا برضو ناخد اخبار اكتر او معلومة ادق. واعتقد انه السيناريو الافضل لصلاح نفسه هو هيكون طبعا الاستمرار. صعب جدا أن يكرر المشوار، صعب جدا أن يكرر النجاحات، صعب جدا أن يواصل تحطيم أرقام قياسية مهما كان اسم النادي اللي هينتقل ليه. وبعتقد أنه حتى لو لعب في يوم من الأيام لبرشلونة أو لريال مدريد هتكون مغامرة كبيرة جدا هو بالتأكيد واخدها في اعتباره. ورغم أنه الحقيقة بقى واحد من أفضل اللاعبين في العالم، مش بس دي شهادتنا إحنا فيه كمصريين، لكن حتى حضراتكم لو تابعتوا ردود الأفعال على
ترتيبه أو تصنيفه في تصنيف الجائزة البالون دور الأخير، أعتقد أنه معظم ردود الأفعال استاءت بشكل كبير أو رفضت بشكل كبير وجود صلاح في المركز السابع، وشافت أنه على الأقل إذا لم يستحق بتحقيق الجائزة لابد أنه كان يكون موجود على الأقل في الثلاثة الأوائل. راجن هيل، كنت بسألك على مستقبل صلاح مع ليفربول، هل تتوقعي بقائه في الأنفيلد ولا يكون موجود مع نادي جديد بعد انتهاء التعاقد بتاعه؟ أنا أتأسف جدا على انقطاع الاتصال. أعتذر بشدة لكم. لكن كما تعلمون محمد صلاح يحتاج ويجب عليها أن يوقع لليفربول. محمد صلاح يعرض عليها العديد الكثير من الأموال من الأندية الكبيرة في أوروبا. محمد صلاح الآن هو من أفضل اللاعبين في العالم، لكن أعتقد أن محمد صلاح لا يجب أن يغادر ليفربول. إذا بقي محمد صلاح في ليفربول فليفربول سيظلون يلعبون الكرة الجميلة المناسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح يناسب ليفربول، محمد صلاح يستطيع أن يحرز المزيد من الألقاب والأهداف. فأعتقد أن محمد صلاح لديه الفريق المثالي الآن، فريق ليفربول لديه الفريق المثالي ليكون أفضل لاعب في العالم. إذا بقي محمد صلاح سيظل يذكر في النادي على أنه أعظم لاعب في تاريخ ليفربول. محمد صلاح عليه ألا يتسرع، عليه ألا أن يفكر أكثر، وأن ينظر للتجارب السابقة كما حدث لفيليبي كوتيني، كما حدث لفرناندو توريس. هؤلاء اللاعبين غادروا ليفربول وكان لديهم عروض مالية كبيرة، ولكن الآن الوضع هو أفضل لمحمد صلاح أن يبقى في ليفربول وأن ينظر للأمر بشكل أكثر حكمة. محمد صلاح سيصنع تاريخا ساحرا مع ليفربول في تاريخ كرة القدم عموما. إذا نجحتي في أنك أنت تقابلي محمد صلاح أو تجري لقاء مع محمد صلاح، إيه أهم سؤال أو سؤالين هتسأليهم ليه في بداية لقائك بيه؟ حسنا، انا كان لدي الشرف ان اكتب هذا الكتاب وان اكتب عن محمد صلاح وعن بدايه حياه محمد صلاح كلاعب كرة. انا ذهلت وكنت مندهشه ومعجبه كثيرا ببدايه محمد صلاح، ان يسافر لمده 10 ساعات يوميا من الشمال للجنوب للقاهره عن طريق العديد من وسائل المواصلات. كان هذا الأمر كان صعبا، وكذلك المسجد الذي يصلي فيه محمد صلاح ليس بعيدا عن بيتي. ولكن إذا قابلته وأجريت معه حوار سأسأله عن عمله المثالي الآن كنموذج ومصدر إلهام للكثيرين أن يكون لديهم فرصة، وهو الآن هو من أفضل اللاعبين الذين تكلموا عن حقوق المرأة على سبيل المثال. سأشكره على ما أداه كنموذج مجتمعي رائع، وسأشكره على ما يفعله الآن كاسم من الأسماء الكبيرة التي تخدم المجتمع ويستخدم قوته كشخصية مشهورة في التأثير بشكل إيجابي على المجتمع. فسأسأله لماذا هذا مهم بالنسبة له، أن يكون لطيفا مع الجميع وأن يكون مثالا جيدا للجميع. 4 مواسم أضاها محمد صلاح وسط جماهير ليفربول، أعتقد أن في قصة حب كبيرة جدا لاسم اللاعب المصري محمد صلاح. لكن بعيدا عن الكرة وبعيدا عن الملعب، هل شايف أن تجربة صلاح ومشواره مع ليفربول ساهموا بشكل من الأشكال في تغيير صورة ممكن تكون نمطية عن اللاعب المصري العربي المسلم الإفريقي من وجهة نظرك؟ طيب، يعني كان مهم جدا أسمع رد على السؤال، لكن للأسف فقدنا اتصال وعندنا حاجات مهمة في السادسة، منها طبعا لقاء مهم جدا مع كابتن أسامة عربي أشرفنا النهاردة ونتكلم فيها على لقاء مصر وتونس. بس أنا حابب ألفت نظر حضراتكم ووريكم لقطة في منتهى الأهمية وفي منتهى الإنسانية. واحدة من، وأنا كنت ببتدي كلامي في حلقة النهاردة بأنه جزء كبير جدا أن الرياضة بتعلمنا إيه، طبعا حاجات كثيرة جدا أهمها فكرة الروح الرياضية، فكرة تقبل الخسارة، فكرة أنك أنت
دايما تجتهد ودايما تشتغل على نفسك ودايما تحاول تطور من مستواك. فكره الرقي الانساني والملامح الانسانيه اللي ممكن تكون في ملعب كره قدم في منافسه شديده جدا، واللقطه من الملاعب الاسبانيه وتحديدا من جماهير ريال بيتيس اللي بتدي درس كبير جدا. تعالوا نشوف اللقطه مع حضراتكم ونعلق عليها، لانه الحقيقه فيها كتير من المعاني المحترمه والمعاني الساميه. مدرجات ريال بيتيس المكتظه بالجماهير زي ما حضراتكم شايفينها في تقليد سنوي بالمناسبه، دي مش حاله استثنائيه، دي حاله بتتكرر كل سنه وكل موسم. كل الجماهير بتبقى حاضره لمباراه الفريق عشان تشجع فرقتها وعشان تبعت رساله كمان للاطفال المحتاجين او الاطفال اللي بيعانوا من اعاقه معينه. آلاف اللعب الأطفال بتترمي من المدرجات داخل ملعب المباراة عشان تتلم وتتجمع وتروح للأطفال اللي محتاجينها. أعتقد مشهد نسعد بيه كلنا أيا كانت ثقافتنا أيا كانت انتماءاتنا. في ملاعب كرة القدم مشاهد ولقطات كتيرة جدا بتقول إنه الإنسانية تأتي في المقام الأول، وإنه الإنسانية هي واحدة من أهداف رياضة كرة القدم. طيب كلامنا عن الاهلي، خليني اقول لكم كمان اخر استعدادات وتحضيرات الاهلي اللي دخلت مرحله الجد. بكره في مباراه مهمه جدا، مباراه هي محطه اخيره في الاستعداد لمواجهه الرجاء في بطوله سوبر افريقيا، مواجهه هتكون الساعه 4 مع نادي سموحه، مباراه وديه طبعا. وخليني اطمن حضراتكم على استعدادات الاهلي وكمان طبعا على استعدادات منتخب مصر لمواجهه تونس بكره. كل ده في السادسه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مباشره. أهم اختلاف في مباراة بكرة إنه الفرقتين الكتاب مفتوح. واحد أو السبب الأول يعني إنه طبعًا إحنا بنتكلم على مواجهات مصرية شمال إفريقية اتكررت كتير جدًا على مستوى الأندية، وكان الحمد لله طبعًا الغلبة فيها للنادي الأهلي في والأندية المصرية عمومًا في لا هو الأهلي الحقيقة بشكل واضح وصريح في السنوات الأخيرة. بتكلم على أندية مغربية، بتكلم على أندية تونسية، وبالتالي المقابلة مش جديدة على لعبتنا. نمرة اتنين إن جزء كبير من قوام المنتخب التونسي محترف بالفعل في أندية مصرية، وطبعا عندنا نجم النادي الأهلي علي معلول، عندنا كمان سيف الدين الجزيري، فخر الدين بن يوسف، فرجاني ساسي كان بيلعب في مصر لفترة طويلة، حمزة المسلوسي، كلها لعيبة لعبت قدام لعبتنا وممكن تقول إنه لعبتنا حفظهم بشكل كبير، وبالمثل كمان في تونس المنتخب المصري بالنسبة لهم كتاب مفتوح. فالمقابلة بكرة والمواجهة بكرة مختلفة، ممكن تبقى المفاجأة فين الله أعلم، في التشكيل في الطريقة، ده اللي احنا هنحاول نعرفه طبعا من ضيفنا ونجمنا النهاردة في السادسة كابتن أسامة عرابي. مساء الخير كابتن أسامة. مساء الخير يا أبو سعد. مباراة صعبة بكرة من وجهة نظرك، ولا مباراة في الإمكان والمتناول بالنسبة للمنتخب المصري طبعا؟ لا هو هي صعبة على الاثنين. صعب طالما عليك. طالما اصلك وصلت للمراحل اللي هي في نهايه المشوار الدور قبل النهائي، فطبعا احنا بنبارك للمنتخب المصري وصوله للنقطه ديت وان شاء الله يكمل. حتى لو هتلعب مع منتخب اقل من المنتخب التونسي هتبقى هتبقى المباراه صعبه. انت احنا شفنا ماتش الاردن، مع احترام الكامل لفريق الاردن، فريق جيد وعنده لعيبه مميزين وتعبونا جدا بالذات الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني. شفت المقابلة كانت ازاي طالما خروج مغلوب. فانت دلوقتي هتلعب مع المنتخب التونسي اللي هو متشابه معاك في حاجات كتيرة جدا. اولا تاريخ كبير بين الفرقتين في البطولات، زي ما انت قلت في المقدمة تقريبا اللعيبة دي بتلعب بعض على طول، لما في الترجي والاهلي والزمالك والنجم الساحلي، الترجي والنجم الساحلي وفرق التونسية، بس انا بقول الترجي اكتر والنجم الساحلي في الفترة الاخيرة. لعيبه الاهلي والزمالك قبلهم كتير جدا في البطولات. انت لما تشوف شكل المنتخب تحس انه قريب قوي، انه انت بتلعب فرقه الترجي او النجم الساحلي مع المحترفين في الدوري المصري. وطبعا مع المحترفين في الدوري المصري كان برضو بيلعبوا في فيهم بعضهم كان بيلعب برضو في الترجي او في الصفاقسي او النجم الساحلي او الصفاقسي. يعني عندك فخر الدين بن يوسف زي ما انت قلت، عندك فرجاني ساسي، عندك معلول، بس معلول انا اتوقع انه مش هيلعب، الجزيري. فانت دول اربعه اهو مبدئيا، غير بقى بقيه الاسامي كلها انت واجهتها كتير جدا. فاحنا متشابهين في حاجات كتيره قوي. الغيابات في الدوليه اللي قصدي المحترفين تقريبا متشابهه، يعني هم عندهم ويمكن المصريين اكتر كمان. لا مش كتير. أيوه. مش كتير، لا مش اكتر كتير. انت عندك طبعا محمد، عندك صلاح، عندك ستة اساسيين غايبين، صلاح والنني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد،
اللي كانوا موجودين يعني مع منتخب مصر بشكل مستمر. بس دول ما هو كلهم مش هيلعبوا كلهم مره واحده. يعني انت لما تيجي تقول مرموش وتريزيجيه ما ممكن واحد فيهم يلعب واحد يقعد. تمام. نفس الشيء هم. ما هو نفس الشيء هم. هم عندهم وهاب الخزري، عندهم عيسى اللي هو اللي بيلعب في نص الملعب، عيسى العيدوني. عندهم عندهم الياس خيري بقى، سخيري باين برضو من اللعيبه المحترفه كانت موجوده مع المنتخب التونسي في الفتره الاخيره. ديلان برون اللي هو المساك. عندهم وجدي كشريده الباكرايت. بس طبعا دراجر عامل مسابقه هايله جدا، من افضل الباكات رايت اللي في البطوله، ومتعب جدا بكره في للمنتخب المصري يعني. فعندهم برضو 4-5 زي ما احنا تقريبا عندنا 4-5. يعني المنتخبين قريبين في حاجات كتيره جدا من بعض، فالمباراه هتبقى صعبه. يبقى هنا للاثنين، هتبقى صعبه للاثنين. هنا المدير الفني يعني اذا كانت على مستوى القماشه او اللعيبه الدنيا 50-50، على مستوى الغيابات المؤثره من ناحيه لاعبين محترفين في اوروبا برضو نفس الحكايه، الفرقتين متاثرين بنفس الدرجه، هنا يكون الرهان على المدير الفني والطريقه والتشكيل الامثل، ولا في عوامل ثانيه؟ في عوامل كتيره. اول حاجه بالنسبة لمصر، الجماهير يعني مش هقولك العامل رقم واحد، العامل رقم واحد وعشرة في البطولة دي. جزء كبير جدا من الروح اللي اللعيبة بتأدي بيها رغم التعب في أوقات من التشجيع الجنوني للجماهير المصرية، اللي هي تقريبا مالية الاستاد في معظم الماتشات. يعني نسبة جماهيرنا اعلى من كل الجماهير الاخرى يعني. فدي لما تشوفها في الشوط الثاني في مباراه الجزائر، اللعيبه بتقاتل قتال، انا مش عايز اقول كلمه قتال يعني في الكوره، لكن قصدي كفاح غير طبيعي. ولذلك هتلاقي كذا واحد فيهم اجهد في ماتش الاردن. وفي بعض الناس جالها اصابات، وفي بعض الناس جالها تقلصات عضليه من كتر كميات الجري اللي حصلت من التشجيع الجنوني للجمهور انه يخلي الفرقه ترجع. فده جزء للمنتخب المصري يصنع الفارق. طبعا الشناوي. الشناوي فعلا هو الجون الافضل في افريقيا وافضل واحد، عكس مع احترامي الكامل عن المنتخب التونسي شويه. طبعا فاروق مصطفى حارس ممتاز، ومعز حسن حارس ممتاز، ولكن عندهم اخطاء سهله ساعات بتخش، شفناها في البطوله اثناء البطوله. دي عامله برضو هزه شويه يعني احيانا بيجيدوا جدا واحيانا بيقعوا في فوات سهله. فدي نقطه غريبه انك ابتديت الفوارق بالجمهور وبحراسه المرمى وما حطيتش مستر كارلوس كيروش في مقدمه اختياراتك. لا، مستر كارلوس كروس اكيد ليه دور برضه، زي منزل الكبير هناك ليه دور الكبير، لكن انا بقول لك على نقاط قوه مؤثره في البطوله دي مع المنتخب المصري. تمام. نقاط قوه مؤثره وواضحه يعني. طبعا مستر كارلوس كروس اكيد خبراته كبيره جدا، عنده ايجابيات اضافها للمنتخب كتيره، وايضا في بعض السلبيات. وانا اعتقد انه بعد رجوعه من البطوله دي هيستفاد من الحاجات اللي الناس بتقولها في الاستوديوهات التحليليه يعني. رغم انه في ناس بتاخدها انه الناس بتهاجم او تنتقد بعض الناس يعني. لكن في حاجات هو نفسه عدل فيها في البطوله دي. طب يعني مثلا قبل ما ادخل في التفاصيل اخد العناوين، في ناس كتير جدا شايفه انه البطوله وهميه او خادعه او لا يجب تقييم مستوى منتخب مصر مع مستر كارلوس كيروش على اساس بطوله كاس العرب. وفي ناس شايفه انه بصمات واستفاده منتخب مصر من كارلوس كيروش في بطوله كاس العرب مهمه جدا وحاسمه جدا وفارقه جدا في بطوله امم افريقيا لو اتلعبت، وغالبا هي هتتاجل يعني، ومن بعدها طبعا المرحله الاهم تصفيات كاس العالم. انت شايف ايه او مع اي وجهه نظر من الاثنين دول؟ مع وجهه النظر انه ما احنا ساعات بنروح للجانب اللي هو الحلو قوي بدرجه حاده قوي، وساعات بنروح للجانب الوحش او السلبي بدرجه حاده قوي. مبالغه هي يعني. هي لا كده ولا كده. يعني في مبالغه احيانا في 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 شكل الاداء او اللعيبه المختاره او البتاع لما بنكسب، والعكس تماما لو المنتخب المصري خسر او لعب شوط وحش او كده. هي لا كده ولا كده. اكيد فيها، اكيد مستر كارلوس كروس استفاد من البطوله ديت في حاجات كتيره، رغم ان هي مش هتبقى
بقوة البطولة الإفريقية لأسباب كتيرة. أولا معظم المحترفين في كل المنتخبات هتكون موجودة، سواء للمنتخب المصري، سواء للجزائري، سواء للمغربي، سواء للتونسي. طبعا المستويات الأخرى زي مالي ونيجيريا والكلام ده برضو أعلى، مع احترام الكامل للمستوى اللي احنا شايفينه من فرق الخليج، باستثناء قطر اللي تقدر تقول يعني رايحة بكامل تشكيلها. المستويات التانية أدوا أداء كويس، ولكن مش بنفس قوة المنتخبات الإفريقية الشمال إفريقيا لما تكمل. أو الإفريقية حتى السمرة، مش الشمال بس الإفريقي. أنت المنتخب اللي كان هيبقى متعب جدا لو كان رايح بكامل قواك المنتخب السعودي، لكن هو راح فضل أنه يروح بمنتخب أو الشباب. لكن في ناس قدمت مستويات كويسة، يعني عمان ظهر بشكل كويس وعنده لعيبة كويسة، الأردن ظهر بشكل كويس، الإمارات في بعض الأشواط، المغرب طبعا لا يعني. ما المغرب الشمال الإفريقي، ما احنا اتكلمنا الشمال الإفريقي الخليجي يعني. يعني اللي كان متوقع قبل البطوله في التقييم انه مين اللي هيوصل، هم اللي وصلوا، قطر ومعها الثلاثه من شمال افريقيا. والمغرب لولا انه قابل الجزائر كان مرشح، كان ممكن يكون في المربع ده مرشح يعني. صحيح. ما كان لازم واحد في يخرج. خلينا نبني على اللي حضرتك شايفه مكاسب بطوله ونهايلايت على السلبيات برضو، لانها يعني كتيره وواضحه بالنسبه للجمهور العادي، قبل ما اروح للخبراء والمحللين. بس تسمح لي هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلام مره تانية. بس باكد على المعنى والهدف والرساله انجاز التعبير، احنا لا مع ولا ضد، احنا لينا هدف واضح وصريح. منتخب مصري يعاني بقاله فتره طويله جدا، استمرت مع تعاقب ادارات فنيه مختلفه، منها محلي ومنها اجنبي، والهدف في النهايه ان احنا نرجع الفيرجن او النسخه الافضل والاقوى من منتخب مصر. وهدفنا على الشورت تيرم او على المدى القريب ان احنا بس نوصل كاس العالم، ما لناش هدف ابعد من كده. لغايه لما نتكلم بقى على اصلاح المنظومه، عشان ما نبقاش كل تصفيات كاس عالم بنقول يا رب نوصل يا رب نوصل. لا، احنا مش هدفنا ان احنا نوصل كاس العالم، احنا هدفنا ان احنا نشارك في كاس العالم ونقدم مستويات قويه جدا. وشايف انه منتخب مصر يستحق ويليق بيه انه يكون واحد من الفرق اللي بتضمن بشكل مستمر التاهل لبطوله زي بطوله كاس العالم. طيب انا هروح معاك سريعا جدا بدايه، هبتدي بالاختيارات. يمكن اكتر نقطه اثارت جدل مع مستر كارلوس كيروش هي الاختيارات. هقول لك الاسماء، هنتكلم بصراحه. لا، ما هو انا يعني هنتكلم، انا عارف الاسماء. يعني هقول لك، هتقول لي يستحق الانضمام لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وتقييمك لمستواه من 1 لـ10 في بطوله كاس العرب. نبتدي كاس العرب ولا عامه كاس، ما هما لما يعني هو اغلب الوجوه اللي انا هقولها دي لما هو قادم. حضرتك هتقول لي يستحق انه يستمر ولا ما يستمرش. واذا كان ما يستحقش، شايف ممكن يبقى عندك اقتراحات لاسماء شايفها كانت تستحق الفرصه دي في المنتخب. هبتدي بمروان حمدي، بما انه اكبر علامه استفهام وفي اصرار كبير من كيروش على، انا بشوف بوضع ضغط على مروان نفسه. مروان حمدي كم من 10 في بطوله كاس العرب من وجهه نظر اسامه، كابتن اسامه؟ لا، مش عايز اقول كم من 10، ولكن هو لعب مباراتين او ثلاثه في امم افريقيا، ولعب دلوقتي 4 مباريات في كاس العرب. حتى الان انتاجه لا يرقى انه يبقى هو الاساسي بتاع منتخب مصر. يعني لسه ما حطش البصمه ان يقول ان انا من وجهه نظري انافس مصطفى محمد ومحمد شريف اللي هم الاول والثاني من وجهه نظري برضو، لان الكوره مليانه وجهات نظر. مش كل واحد عنده وجهه النظر ثابته. مفيش يعني. صح مطلق وخطا مطلق. لكن انا شايف بالنسبه للمنتخب المصري هم افضل 2 موجودين كراسات حربه هم دولت، وكمان لسه في احمد ياسر ريان، وكمان ممكن تاخد محمد صلاح انه يلعب في العمق شويه لو لعبت حد على الطرف. فشايف انه حتى الان عايز وقت شويه، ويعني ما اداش الانتاج اللي هو يسمح. حسين فيصل برقم. حسين فيصل تقدر تقول عليه لاعب واعد كويس، لكن عايز وقت في الشغل كتير جدا. وفي اسماء كانت ممكن تروح هتعمل برضو زي حسين فيصل واكتر، لكن هو لعيب كويس كتير. رمضان صبحي، ابراهيم عادل، احمد عبد القادر، حسين شحات، 50 يعني كتير جدا. في لعيبه كتير جدا في مصر تقدر، اوباما يعني. في لعيبه كتير جدا، لكن هو تقدر تقول ايه، لعيب كويس واعد تمام، يعني تراهن عليه في المستقبل. يعني يعني عايز لعب وشغل. احمد رفعت كان مطالب بانضمامه هو ومصطفى فتحي، لان الاثنين شبه بعض. ايوه،
لانه هو عمل موسم كويس السنه اللي فاتت في الدوري المصري والسنه دي ماشي كويس، ولكن حتى الان برضو ما اقدرش اقول انه اساسي منتخب مصر، لكنه اضافه يعني يعني ورقة عامل شكل ورقه كويسه. نفس الشيء مصطفى فتحي نفس لانه خلي بالك مستر كروش، ان لما تيجي تشوف ماتش الجابون هنا لعب بشريف واحمد ياسر ريان الاثنين اطراف تحت راس الحرب. راس الحرب هو اتقال من بعض الناس المحللين انه هو مش محتاج ناس على الاطراف. لا، ما هو ما يبقاش انا عندي لعيبه مميزه جدا في الاطراف ولاعب ناس مش في اماكنها في حتت مش بتادي فيها كويس. حتى لو بلاعب راس حربه جناح لازم يكون الراجل الثاني جناح صريح. ما ينفعش ما العبش باجنحه ما فيش يعني ما فيش من وجهه نظري انا الشخصيه مش منطقي يعني مش ما فيش منطق يبرر ده من وجهه نظري، خاصة ان في ناس مميزين يعني مميزين في الاطراف. فنفس اللي قلته على رفعت بقوله على مصطفى، ان هم يعني اضافه حتى لو مش اساسيين كبدلاء كويسين. عمر كمال لعيب كويس، ولكن برضو هنرجع نقول انه في الظهير الايمن في ناس كانت مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن يبقى موجود. يمكن عشان هاني بعيد شويه عن المشاركه في الفتره الاخيره. ما هي دي بقى النقطه اللي انا عايز اقول فيها، انه احيانا الناس بتقول انه لعيبه النادي الاهلي والزمالك يعني هم على راسهم ريشه بيروحوا المنتخب وكده. زي ما الاهلي والزمالك بيدوا فرصه عشان الناس مش شايفاهم على طول، ناس بتروح بقوه الاهلي والزمالك، في ناس كتير جدا في الاهلي والزمالك يستحقوا يروحوا وافضل من لعيبه موجوده في البطوله العربيه ما بيروحوش لان هم ما بيلعبوش بنسبه كبيره. يعني احمد عبد القادر لو راح هيبقى كويس، هيبقى زي حسين فيصل وهيبقى زي احمد رفعت وهيبقى حسين الشحات لو راح، هيبقى محمد هاني لو راح ممكن يلعب في الباك رايت وهيبقى كويس جدا. محمود علاء لو راح مساك يقدر يلعب، عشان ما الناس ما تفكرش انا بقول الاهلي بس. اوباما مثلا لو راح ممكن يلعب تحت راس الحربه في بطوله زي دي هيبقى شكله كويس. يعني في لعيبه كتير جدا كان ممكن تراهن عليهم. واحد زي عمار حمدي مثلا كان نجم الاتحاد السكندري، النادي الاهلي اشتراه ما بيلعبش. ما هو لو كان بيلعب بنفس المستوى ده في الاتحاد السكندري كان ممكن جدا مستر كروش يضمه. يبقى اذا زي ما الناس بتقول انه لعيبه الاهلي والزمالك بعضهم بيروح يعني من وجهه نظر الناس انه ما فيش غيرهم، لا، في ناس كتير جدا في الاهلي والزمالك لو هم كانوا في انديه اخرى كانوا هينضموا للمنتخب. يعني اللي موجود مع احترامي الكامل ليه، بس خلينا نتفق على حاجه كابتن اسامه. أيوة. احنا لاول مره من فتره طويله، انا عارف انه منتخب مصر في اوقات كثيره جدا من ايام كابتن جوهري ومن ايام انتوا كان بيلعب معاكم مثلا هشام عبد الرسول كان من 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 المنيا مثلا، صح؟ عبد الظاهر السقا كان جاي من المنصوره في التوقيت ده، عمرو زكي كان جاي من المنصوره في اوقات كتير، بس ما شفناش حد بيران على اسماء تقريبا ما حدش من الجمهور يعرف. يعني هو احمد ياسين ده او مروان داوود او محمد عبد المنعم، حد من الجمهور ممكن يفكر ان مدير فني منتخب مصر هياخدهم للمنتخب؟ هي الفكره مش ان انا اقول على لعيبه الناس مش شايفاها انها تلعب منتخب مصر او لا او ما تعرفهاش. الفكرة إن هل الناس دي تستمر مع المنتخب ولا لأ؟ وهل في ناس أفضل منهم ولا لأ؟ ما هو أصل هي مش هو السؤال، هل هي مجرد إن أنا بدخل لعيبة جديدة؟ ما هو في ما أنا هقول لك دلوقتي 40 لعيب في مصر ممكن كانوا يشاركوا في البطولة العربية دي من اللي عايز أقوله إيه؟ في بعض ببعض المستويات اللي مقدمة من بعض اللعيبة. كتير جدا، انا قلت لك اهو، قلت لك محمد هاني، قلت لك حسين الشحات، قلت لك احمد عبد القادر، قلت لك طبعا رمضان صبحي بس ظروفه، طارق حامد، كتير، احمد ايمن منصور كسر دباك، عمر اسمه ده ياسر ابراهيم. هو بس لعيبه بيراميدز يعني بره عشان الكونفدراليه والمصري نفس الحكايه، فيعني هو كده كده ممكن يبقى حاططهم في حساباته بس عشان انا بتكلم على ناس كتير. ايوه، ما هي مش الفكرة مش الفكرة ماشي حاجة كويسة إن أنا بقدم وجوه جديدة، بس هي الفكرة مش إن أنا يعني بكتر العدد. ما هو أنا ممكن كل معسكر أدخل 7-8 ولاعب كل واحد ربع ساعة نص ساعة بعدين أقول ده أنا عملت لعيبة جديدة، لا، اللعيبة الجديدة دي إنه يستمر، إنه يبقى مكانه ثابت، إنه يبقى قوي، إنه يبقى يعني كفء إنه يكون بديل
فيهم بعض الناس نجحت وفي بعض الناس عايزه وقت وفي بعض الناس مع احترامي بدون ذكر اسامي لا تصلح، في ناس اكفأ منها مش متاخده. أيوة. فهي وجهات نظر، فهي النقطه دي تفسيرك لده ايه؟ يعني لو خدنا حاله مثلا زي حاله مروان، كل الخبراء اجمعوا والجمهور كمان قال انه ظلم كبير لمروان حمدي انه يكون محطوط عليه الضغط ده وانه يكون مهاجم مصر اساسي، ومع ذلك في اصرار شديد جدا من كيروش على مروان. ما هو دي وجهات نظر، هو الراجل هو اللي زي ما بيقولوا ايه، هو اللي سايق او هو اللي هيتحاسب، هو شايف كده ووجهه نظر تحترم. لكن برضو ده لا يمنع ان الجمهور او النقاد او بتاع يبقى ليها وجهه نظر، مش عشان مروان مهاجم. بكره تتوقع ماتش تونس، خلينا نتكلم على ماتش تونس بقى. ماتش تونس بكره تتوقع مروان ولا شريف في قياده هجوم المنتخب المصري؟ انا افضل شريف، بس أي. هو ممكن مستر كروشي يفضل مروان، وجهه أي. نظر. اصل هي هو اللي معاه المنتخب، هو اللي شايف، فما اقدرش انا اجبره عليها. نقطة تانية بس أخيرة قبل ما أقفل الموضوع، اللي هو الاختيارات بتاعت الأهلي والزمالك، وليه اللعيبة الأكتر بتبقى في الأهلي والزمالك. حتى أيام الكابتن جوهري، وحتى لو مرن مصر جارديولا، مرن مصر كيروش، مرن مصر مستر موسيماني، مرن مصر معين الشعباني، مرن مصر إيهاب جلال، أكتر لعيبة هتبقى موجودة في المنتخب لعيبة الأهلي والزمالك. أي. مش عشان تاني على راسهم ريش، لأسباب كتيرة جدا. أول سبب إنه بيشاركوا في بطولات إفريقية كتيرة جدا ومحتكين جامد جدا، وعندهم لعب شبه دولي في إفريقيا وفي البطولات العالمية زي كأس العالم للأندية، دي واحدة. تاني نقطة إن اللعيبة اللي في الأهلي والزمالك، ما هو ناس كتير منهم مشتريناهم من أندية في الدوري، يعني حمدي فتحي جاي من فين؟ ما هو جاي من إنبي. أيوه. بقى لعيب دولي في النادي الاهلي ماشي، بس هو من انبي اساسا. ما هو الاهلي والزمالك والانديه الكبيره في العالم بتشتري احسن لعيبه. مثلا الونش الزمالك مشتريه من طلائع الجيش، يعني هو اذا كان لعيب في طلائع الجيش، فليه اكتر بيبقى من لعيبه الاهلي والزمالك؟ لانك انت بتجيب احسن لعيبه عن في الدوله او في بعض الافراد مش هيكونوا في الاهلي والزمالك، هيكونوا افضل. لكن اساس المنتخب مع اي مدير فني عربي اجنبي هيكون من الاهلي والزمالك والمحترفين. دي مش غريبه على فكره، لو رحت لبرشلونه وريال مدريد في اسبانيا هتلاقي معظم المنتخب من برشلونه وريال مدريد، لان هما الاثنين اللي بياخدوا الدوري، هما الاثنين اللي عندهم الاغلب من اللعيبه الكفء، لانه بيشتروا احسن لعيبه في الدوري الاسباني او الدوري غير الاوروبيين، يعني غير خارج اسبانيا. لو رحت في المانيا هتلاقي بتوع اكتر لعيبه من بايرن ميونخ، لو رحت تونس هتلاقي اكتر لعيبه للمنتخب من الترجي التونسي. ده طبيعي. طب خليني اقول حاجه، ما يمكن برضو الموضوع متفق معاك طبعا، بس ممكن الموضوع برضو يبقى انه بيدي مساحه للعيبه انها تجتهد، يعني بعيدا عن البطوله وبعيدا عن الاسماء اللي شاركت، ممكن بيكون بيوجه رساله للبطوله الاهم بقى قبل ما يخش، انه الباب مفتوح لاي حد لا انا مش معترض، انا مش بتكلم على مستر كروش خالص. أيوه. انا بقول اي اسم حتى لو جه غير مستر كروش، تأكد ان 90 او 80% من اللعيبه الدوليين اللي هيبقوا موجودين في المنتخب من الاهلي والزمالك والمحترفين. طيب انا اقول لك حاجه، تجربه بيراميدز، ما هو الناس بتقول اهلي وزمالك، بيراميدز ده نادي جه ضخ فلوس اشترى لعيبه مميزه قوي. هو انت هل تتوقع ان نادي بيراميدز من سنه واحده يبقى عنده لعيبه دوليين اكتر مثلا من الاسماعيلي والمصري والاتحاد والسيراميكا؟ ليه؟ لان هو اشترى رمضان صبحي، اشترى عبد الله السعيد، اشترى عمر جابر، اشترى لعيبه جامده ودوليه. فطبيعي ان هيبقى غير الاهلي والزمالك، هتلاقي ممكن 3-4 من بيراميدز، لانك انت بتشتري الافضل في بقيه الانديه. فهو اصلا جاي من نادي صغير، او نادي مش صغير يعني، نادي كبير، بس انا اقصد مش بشعبيه الاهلي والزمالك، ومش بالفلوس والامكانيات اللي عندها انها تستقطب اللعيبه دي المميزه. فحتى كاس العالم زي ما انت بتقول مثلا 90، هتلاقي معظم اللعيبه اهلي وزمالك. طب الاحتراف ما كانش كده، وهتلاقي بقى طارق سليمان مثلا من المصري، هتلاقي الكاس من الاولمبي، هتلاقي صابر عيد وخالد عيد من المحله، هتلاقي نسبه 15% 20% ماشي، بس الاكتر زي ما قلت لك هيبقى اهلي وزمالك. ماتش بكره تتوقع يكون في تغيير في طريقه وفي اختيارات كيروش، ولا هيمشي على نفس المنهج اللي ابتدى بيه البطوله؟
يعني تراهن على هي ممكن بكره يفكر في مفاجاه او يعمل، وخصوصا انت عندك اربع غيابات غالبا ممكن احتمالات كبيره لغايه اللحظه مش متاكدين ممكن يكونوا مش موجودين، اولهم الورقه الرابحه اللي انت اتكلمت عليها محمد الشناوي، معاك احمد حجازي المدافع الاساسي في المنتخب، معاك ايمن اشرف، معاك حمدي فتحي، كل دي احتمالات غيابهم عن مباراه بكره وارده جدا في مباراه انت عارف انها صعبه جدا على المنتخب المصري. لا ربنا يوفق الجميع، اللعيبه اللي رايحه لعيبه كويسه وتقدر تأدي، وزي ما انا قلت المنتخب التونسي شبيه لينا في حاجات كتيره جدا والنقص اللي هنا تقريبا قريب من النقص اللي هنا، والدفعه الجماهيريه كمان تدي دفعه، الثقه اللي خدوها في الماتشات اللي فاتت واخرهم الجزائر والاردن، الجزائر والاردن مكسب 3-1، كل دي ثقه للعيبه اللي هي تلعب انها تأدي، ولكن مفيش شك انه لو كل العناصر اللي انت قلت عليها دي غابت اكيد هتبقى مؤثره. يعني انت بتتكلم في الشناوي وحجازي وحمدي فتحي وايمن اشرف، لا هيبقى ليهم تاثير، لانك انت ممكن توصل للمباراه 120 دقيقه وانت لاعب قبلها 120 دقيقه ولعب قبلها مع الجزائر مباراه فلو في منتهى القوه، الاربعه غابوا اكيد هيبقى مؤثره حتى في المراكز. يعني انت مثلا لما تيجي تقول الظهير الايسر مثلا واحد زي ابو الفتوح عامل جهد غير طبيعي في البطوله مثلا وبيهاجم كتير ولعب 120 دقيقه او قريب من 120 دقيقه بتاع، وايمن اشرف متعور مصاب، يعني لما تيجي لاي سبب تلعب ابو الفتوح من الحسابات، مروان داوود عشان يلعب ماتش زي ده بيبقى صغير شويه لسه، يعني ماشي لعيب ممكن ربنا يوفقه ويبقى في المستقبل كويس، بس انا بتكلم على بطولة منتخب مصر، بطولات منتخب مصر. أيوة. لكن في لعيبه هتبقى عندها مستقبل بعد كده، لعيبه واعده، لعيبه كذا، دي قضيه ثانيه. يعني التشكيل الامثل لمواجهه بكره قبل ما انقل معاك لتونس وقرايتك ليها، التشكيل الامثل ما انت محيرني بقى في الاربعه، تقول اربعه غايبين ولا اقولهم يعني بيهم وغيرهم؟ بص الشناوي وحمدي قريبين بس لسه لم يتاكد، لا يعني هو الطبيعي ان يلعب الشناوي، اكرم، حجازي، الونش، احمد ابو الفتوح، حمدي، السوليه، قفشه، شريف راس حربه، ده من وجهه نظر انا، زيزو ناحيه اليمين وناحيه الشمال احمد رفعت، دي وجهه نظري الشخصيه. مصطفى ينزل يعمل اضافه، انا قلت قلت زيزو ليه؟ لان زيزو ممكن يلعب تالت. قلت زيزو على اليمين ومين على الشمال؟ رفعت، احمد رفعت. عايز احمد يبتدي اساسي بكره؟ ما هو لو ما انا هقول لك كلمه، انا بقول لك دي وجهه نظري بس انا ما اعرفش الفرقه مكتمله ولا معاك. لا انا عايز وجهه نظرك، انا مش عايز معلومه، انا عايز وجهه نظر. لكن الماتش في حاجات احداث كتيره قوي، مين اللي مجهد اكتر؟ في ناس لعبت عدد ماتشات كتيره فتعبانه شويه، ممكن يريح حد. يعني مثلا حسين فيصل ابتدى اول ماتشين كويس معقول، الماتش الثالث كان اقل كتير جدا لانه عمل جهد غير طبيعي في مباراه الجزائر في كميات الجري، يعني مش بتكلم في الاداء. اداء عمل لمحات حلوه لكن انا بتكلم في المجمل. في ماتش الاردن وضع عليه التعب جدا، في ناس متخيله ان هو يعني مثلا ده ايه، يعني شكت في الاداء في من هنا لهنا. لا ماتش الاردن هو كان تعبان، حتى كميات جاريه مش هي، بيجي يستلم كره مش مركز من الجهد اللي اتعمل في ماتش. فممكن يبتدي، الله اعلم، ممكن يبتدي ناحيه الشمال مكان رفعت، ورفعت يقعد احتياطي، بس انا يعني ده الاقرب، رفعت وزيزو وشريف، دي وجهه نظري زي ما قلت لك عشان الراحة في بعض اللاعبين. طيب لكن لو في موقف تاني كنت اقول لك رفعت يقعد احتياطي وحد تاني يبدا عشان يدي اضافه بعد لو نزلنا يعني. لو نزلنا هتلاقي انه 90% من المصريين تقريبا رايحين لنفس وجهه نظرك دي. احنا سالنا الناس في بدايه الحلقه مين من وجهه نظركم يعني مفترض انه يقود هجوم المنتخب المصري في مباراه تونس، دي علامه الاستفهام الكبيره دايما والمختلف عليها في تشكيل منتخب. تعال نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا. افتح معاك الكلام شويه عن منتخب تونس. طيب عبده سيد، مساء الخير، انا شايف ان الانسب لقياده هجوم منتخب مصر احمد رفعت على الشمال، محمد شريف راس حربه، مصطفى فتحي على اليمين. طيب شريف المخيف، اتفاق من احمد تقريبا. الكوره معليش، نتمنى التوفيق للمنتخب باي اسم طبعا، بس شريف لو لعب مهاجم صريح هيفرق ان شاء الله. طيب شريف واحمد رفعت وحسين فيصل،
ده علي ابو مسلم، بالتاكيد محمد شريف تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا على التحيه وصلت. محمد ايمن، محمد شريف واحمد رفعت واحمد سيد زيزو، وراهم محمد مجدي قفشه. محمد شريف طبعا دي زهره باشا، واحمد حسن بيقول برضو شريف، ومحمد خالد ابو العطا، رفعت وقفشه ومحمد شريف. ناديه بتقول محمد شريف خبرته اكبر مع التوانسه وان شاء الله النصر لينا باذن الله ان شاء الله. محمد البنا، محمد شريف ورفعت وزيزو ومحمود البرديسي برضو محمد شريف. يعني الناس كلها مراهنة على محمد شريف، الخبر والمحللين مراهنين مع محمد شريف، الوحيد اللي مش راضي. انا بقول لك لا، هو وجهة نظر. معلش بقى، ما هو انت زي امور اخرى الناس يعني بتقول وجهة نظرها ومرتضية فيها او لا، برضه هو عنده وجهة نظر من اللي بيشوفه او اللي هو راسم له بعد كده، ما اكيد ليه وجهة نظر. لكن احنا بنقول وجهة نظرنا احنا اللي احنا شايفينها من بره في الاحداث اللي حصلت في كل المباريات اللي فاتت للمنتخب المصري. على فكرة أنا لما بقول مصطفى فتحي يقعد احتياطي، لأن أنا ما فضلش في ماتش زي بكرة يبدأ رفعت ومصطفى مع بعض. ليه؟ لأن هما الاتنين في ناحية الدفاعية مش دي نقطة. أيوة. والنقطة التانية هما الاتنين أميز اتنين في المنتخب المصري دلوقتي في المواقف الدفاعية، في المواقف الهجومية اللي هي وان تو واحد واحد. أيوة. والسرعات والكلام ده. أيوة. لو نزلوا وفقدتهم الاتنين مع بعض هتفقد كتير، هتحتار في الأوراق اللي ممكن تستخدمها في المباراة. فلو حسين فيصل واقف على رجله بدنيا بقى، دي الجهاز هو تشكيلة زيزو ورفعت ومصطفى وحسين ممكن يبقوا أوراق بديلة، يعني تبتدي بزيزو وحسين أو تبتدي زيزو ورفعت أو مصطفى وحسين، والورقتين التانيين يبقوا موجودين معاك كأوراق حسب سيناريو الماتش رايح فين. بس زيزو أنا وجهة نظري يبدأ لأنه عنده جهد كبير ممكن. أيوة أيوة. ممكن تستعمله حتى لو الماتش وصل ل 120 دقيقة ما يقعش، مش هيقع. زيزو اعلى مجهود في الاربع اسماء دول، وكمان يقدر يلعب في نص الملعب ثالث، لانه مستر كروس ساعات بيلعب مستر كروس ساعات بيلعب 4-3-3. ايوه. وبعدين ساعات بتتحول 4-2-3-1. يعني انت الماتش اللي فات لاعب زيزو وعمرو السوليه وحمدي فتحي، ولاعب زيزو ناحيه الشمال. بس زيزو ما بيجيش ناحيه الشمال، ودي نقطه ثانيه برضو احب اتكلم فيها. توظيف يمكن هو عشان لسه جديد، بس هو لما بيتكلم مع المساعدين بتوعه ووضحت الماتش اللي فات، واكيد مع الوقت هيعرف ان في ناس افضل في اماكن عن 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 اماكن. بمعنى لا هو لا معلش معلش يا كابتن اسامه. يعني بالنسبه لي انا وبالنسبه لكتير من الناس هو ما بيتكلمش وما بيتناقش. لا بس الماتش يعني اللي فات يعني لما احط هاني ايمن اشرف في نص ملعب على اي اساس؟ يعني شافه فين او اقتنع بيه ازاي هنا؟ لا لما يحط شريف جناح طول الوقت برضه ازاي؟ ما هو هي مش عيب التجربه، مش عيب. ان احنا يعني من حظنا الحلو حاجتين، ان احنا رحنا من غير المحترفين فديت فرصه ان يعمل التجارب دي، لان لو صلاح موجود والنني موجود وتريزيجيه موجود ومرموش موجود غالبا كانوا هيلعبوا يعني. فدي اديت فرصه. أيوه. اديت فرصه ان وحتى تغيير المراكز. ولكن انا عايز اقول انه مش كل اللعيبه اللي بتقدر تلعب في اكتر من مكان بنفس الاريحيه، بمعنى انه حتى اللعيبه العالميين، عشان انا بسمعها كتير قوي انه اي حد يلعب في اي حته، لا مش اي حد يلعب في اي حته، في بعض اللعيبه ربنا خالقهم كده انه بيعرف يلعب في مكان واثنين وثلاثه، زي حمدي فتحي، زي اكرم توفيق، زي اكرم توفيق، زي يعني اكتر من لاعب. زيزو نفسه بيلعب جناح. أيوه. وممكن يلعب في نص الملعب ناحيه اليمين، وممكن يلعب تحت راس الحارس. حسين الشحات بيلعب باك يمين، بيلعب باك يمين. أيوه. في واحد تاني ممكن يبقى اميز منهم، لكن محمد صلاح مثلا مش هتقدر تلعبه باك مثلا، وهو احسن لعيبه في العالم، هي حتته بتاعته خلاص. ايوه. ثانيا ميسي ومحمد صلاح بيلعبوا يا جناح شمال يا جناح يمين، يا جناح يمين يا راس حربة يا تحت الراس الحربة. ودي فيهم واحد ناحيه الشمال هتلاقيه ال 50%، يعني ودي صلاح ناحيه الشمال خالص زي ماني كده. أيوه. او ودي ميسي، انا بتكلم مش دقيقه ولا بتكلم لعبه او تحرك، انا بتكلم انه يلعب زمن، يعني يلعب شوط او 90 دقيقه في الناحيه الشمال. أيوه. مش هيبقى ينزل مستواه ومردوده 50%. طبعا طبعا، وده ودول احسن لعيبه في العالم. فانا اقصد انه في لعيبه هي مراكزها بيعرف، يعني زيزو ناحيه اليمين انتاجه 9/10 8/10، لما بيروح ناحيه الشمال انتاجه ممكن يبقى 6/10 او 7. مصطفى فتحي لما بيلعب ناحيه اليمين، يعني الماتش اللي فات
مصطفى فتحي في ماتش نزل ناحيه الشمال فيه اعتقد ماتش الجزائر أيوه. لما اسمه ده اتعور اعتقد وبعدين راح داخل تحت لما راح ناحيه اليمين المستوى ارتفع جامد جدا لانه راح في الحته اللي هو متعود عليها فمش كل اللعيبه تقدر تلعب في اكتر من مكان تونس عايز اروح تونس شويه يعني شايف ايه مفاتيح الخطوره في تونس وازاي يتعامل معاها المنتخب المصري تونس يعني برضو غير بعض اللعيبه لانه زي ما قلنا في لعيبه ما جاتش ايوه فهو بيلعب يا اما فاروق بن مصطفى يا اما معز حسن يا ريت يبقى فاروق بصراحه الاثنين لا الاثنين كويس الاثنين مستوى متقارب يعني فاروق ساعات بيبقى عالي جدا وساعات بيبقى اقل ومعز حسن نفس الشيء يعني فممكن ده يلعب وده يلعب يعني احيانا ده بيلعب واحيانا ده بيلعب احنا صحيح يعني بيفكروني بشكري الواعر من بعد شكري الواعر بيتهيألي ما جاش حارس مرمى كبير في تونس لا هو انا بقول لك هم مستواهم يا اما بيبقى عالي جدا يا اما ساعات بيبقى فيهم هفوات احيانا بتبقى مؤثره لكن الاثنين حراس جيدين يعني فاي واحد فيهم هيلعب في المنزل الكبير بيلعب بطريقتين يا بيلعب 4 2 3 1 في البطوله دي او 4 3 3 ولما تشوفه في ماتش مثلا زي المؤهل لـ 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 مع زامبيا في تونس لعب 3 ارتكاز بس طبعا فيهم ناس مش موجوده زي ديلان برون ده وكان بيلعب ياسين مرياح ومنتصر كانوا بيلعبوا 3 في العمق يعني بيلعب ورغم انه عايز يكسب وكان في تونس بس لاعب علي معلول باك شمال ولاعب دراجر باك يمين اللي هم الخماسي اللي ورا عشان دول يهاجموا جامد لان هو عندهم نزعة على الهجوم عالي ممكن جدا بكره تلاقيه يلعب بثلاث قلوب دفاع ممكن جدا بس هو ما عملهاش في الماتشات الاربعه اللي فاتت هو عملها في ماتش زامبيا في او بعض الماتشات عملها واخرهم كان ماتش زامبيا اللي كسبوا فيه وتاهلوا بيه للكاس العالم فهو عنده الباك يمين دراجر وده من افضل الناس اللي في المنتخب التونسي من افضل الناس اللي في المنتخب التونسي ما ظهرش تونس يعني رغم انها وصلت قبل النهائي بس ما ظهرتش بالشكل اللي احنا عارفينه عن المنتخب يعني هو عانى قدام سوريا وعانى بالمناسبه قدام عمان يعني ما كانش مرتمى المباراه دي الماتشين دول وخلي بالك كل الفرق عانت مع الفرق اللي هي برضو عندها تكتيك وعندها لعيبه كويسين وعندها انت عانيت مع الاردن وعانيت مع الجزائر وهو عانى ممكن يكون بعد مكسب موريتانيا تونس يعني ممكن يكون احساسه انه هيكسب سوريا بسهوله وعن سوريا فريق كويس وقدر يخطف اجوان وبعدين في طرد لمحمد علي بن رمضان وده من افضل واحد من افضل لعيبه خط النص في وراجع بكره كلها. وراجع بكره ممكن تلاقيه بيبتدي فدي برضو اثرت بعد كده في ماتش الامارات فرقه كويسه يعني ما تقدرش تقول فرقه هتكسبها بسهوله فكسب عانى شويه زي ما انت عانيت شويه في ماتش الاردن وكسبت وعانينا في لبنان برضو في البدايات يعني وعانينا في لبنان انت افضل شوط لعبته ماتش الجزائر الشوط الثاني والنص ساعه الاخيره في مباراه الاردن ولحظات واوقات في ماتش السودان مع احترامي الكامل زي ماتش مثلا موريتانيا بالنسبه لتونس زي ماتش اللي خسرت 5-6 وكام ده كانت الماتشات سهله من البدايه يعني ما تقدرش تقول ان انت فدي الفترات اللي انت لعبت فيها كويس بشكل مين يعني مين مفاتيح لعب في تونس من وجهه نظرك؟ ما انا هقول لك التشكيل بتاعه واقول لك اتفضل اول واحد فيهم الباك رايت محمد دراجر ده ممتاز ده اللي هيلعب عليه ده ممتاز قوي جدا رفعت قوي وفتوح قوي سريع بيعرف يلعب على الجون جايب لهم جون في ماتش زامبيا اللي هو بتاع التصفيات بيعمل كرات عرضيه كويس وعنده مجهود عالي واعتقد يعني رغم ان في وجدي كشريده بس مش معاهم طبعا محترف هو كان بيلعب أساسي. بس ده ممكن بعد كده يحفظ يعني المكان ده محمد دراجر لعيب كويس يسجله باسمه في محمد بن حميده الباك شمال لعيب كويس طبعا هو اللي بادئ البطوله علي معلول كان مصاب ولسه راجع الله اعلم غالبا اتمنى انه ما يشاركش غالبا بكرة. لا غالبا بن حميده اللي هيلعب بكره وبيلعب بن عفيه مروان عفيه وياسين مرياح الاثنين قلبي الدفاع بس انا بقول لك ممكن يلعب بثلاثه بكره ممكن يلعب معاهم منتصر يبقوا ثلاثه ايه اللي يخدمنا اكتر ما هي بقى بص انا تملي بقول مش الطريقه اللي بتفرق التنفيذ الطريقه اثناء المباراه وتوفيق اللاعبين فممكن دي تديهم صلابه في الدفاع وممكن يعني تديهم الاطراف تبقى متحرره اكتر فانا ما اقدرش اقول لك بس هو ما لعبش في البطوله دي كده بس هو لعب في زامبيا كده واحيانا بيلعب كده بس دول اللي بيلعبوا على طول بيلعب في النص حجم اتنين يعني ابتدى بفرجاني
ومحمد علي بن رمضان. أيوة. ولكن الاثنين ما عندهمش قدرات دفاعيه عاليه في نص الملعب، يعني ما فيش حد فيهم بيلعب سته واضح. ايوه انا احب انا نقطة الضعف دي، كلمني في نقطة الضعف. فعشان كده بعد كده رجع لاعب غيلان الشعلاني في نص الملعب. كان معانا كابتن خالد بدره في بدايه الحلقه وكان بيتكلم على سيسي وانه مستواه نزل بشكل كبير جدا ومردوده مع المنتخب التونسي مش زي في الفتره اللي كان بيلعب فيها في الدوري المصري مع الزمالك. هو كمان فرجاني ما بتقدرش تقول انه سته، لانه ما عندوش سته دي السته عايز ليه عايز مهارات دفاعيه او قدرات دفاعيه. احنا بقينا نقول ارقام اجنبيه فالناس فاهمه. لا سته اللي هو الوسط المدافع اللي بيلعب قدام المدافعين بلوكر ويقطع وبيعرف يسلم ويمرر ماشي. لكن ما بيتقدمش كتير لقدام. ايوه وظيفته الدفاعيه اكبر منها من فهو لما بيلعب دي عنده مشاكل في الناحيه دي. فبيلعبوا غلال الشعلاني شويه جنبه دلوقتي جنبه، ممكن جدا يقعدوا يلعب محمد علي بن رمضان وغلال الشعلاني ممكن. انا بقول ممكن مش اكيد. وبيلعب باربعه قدام. أيوة. اللي هو سليتي ناحيه اليمين متحرك وجامد وكده، وحنا بعل ساعات بيلعبوا شمال. أيوة. حنا بعل المجبري ساعات بيلعبوا تحت راس الحربه وساعات بيلعبوا ناحيه الجناح. ومسكني والجزيري. أيوة. واحيانا مسكني ما ابتداش في اول ماتش ونزل احتياطي. ممكن جدا مسكني تلاقيه قاعد، ولو لعب بثلاثه ممكن تلاقيه بس بلاعب انس سليتي وحنا بعل وقدامهم الجزيري ويلعب بثلاثه ورا او يلعب بثلاثه في النص. لان محمد علي بن رمضان من اهم اللعيبه اللي عندهم ورجع بعد الطرد. لو بتوجه رساله للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مباراه تونس تقول له يا كابتن اسامه؟ اقول له بالتوفيق ان شاء الله، انتوا عاملين جهد كويس وان شاء الله توصلوا للنهائي. ايه اللي تطلبه منهم في مباراه تونس؟ ما يبقاش في عصبيه، ودي من احلى الحاجات على فكره اللي انا شايفها في البطوله، سواء بين الجماهير في المدرجات سواء بين اللعيبه في الملعب في كل الماتشات. الناس محترمه بعض، فما يبقوش عصبيين اللعيبه، يأدوا اللي عليهم لان النتيجه في النهايه بتاعت ربنا. ثانيا انه المباراه ممكن تستمر ال 120 دقيقه ثاني يعني. أيوة. فلازم يبقى فيه التغييرات هيبقى ليها ثمن، التغييرات اثناء الماتش هيبقى ليها ثمن، لان اللعيبه بذله جهد كبير جدا، وممكن لو لعيبه لعبت من اللي هي عندها اجهاد كبير لا قدر الله يتعب او بدري او يحصل له اصابه يعني. توقعاتك لطرفي النهائي؟ بص مصر وتونس 50 50 يعني، مش عارف مين. يعني الاثنين الكفه قريبه، فهي متوقفه على التشكيل اداره المباراه والتوفيق. طبعا. لان التوفيق عنصر مهم جدا طبعا. في دول انا مش قادر. الجزائر وقطر انا بقول النسبه الارجح للجزائر رغم ان قطر عامله ماتشات حلوه قوية. والبطوله عندها وعندها لعيبه جيدين. بس انا ارشح يعني الجزائر بنسبه 65-70% مع قطر، لكن مصر وتونس 50-50. انا هختم لقائي مع كابتن اسامه بالكلمه اللي بدا بيها كابتن اسامه، وانه رهاننا بكره ان شاء الله على الجماهير المصريه تصنع الفارق باذن الله. ثقتنا في لاعبتنا ان شاء الله كبيره، وبعتقد انه بصرف النظر عن نتيجه اللقاء وتاهل مصر النهائي من عدم، واعتقد انه المنتخب قدم بطوله قويه نتمنى ان احنا نبني عليها في اللي جاي. شرفتنا ونورتنا في السادسه يا كابتن اسامه، انا اسعد بيك دايما، ونتمنى تكون انت كمان استمتعت معانا. شكرا ليك، وبنشكر مستر كروش على الجهد والجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله يوفقوا بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موفقين. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل على كل خير ان شاء الله على شاشه الاهلي دايما في السادسه. تحياتي لحضراتكم.